اهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حصه جديده من برنامج كيف الحال اللي غادي نخصوها اليوم باش نتكلموا على موضوع عنده علاقه بالحياه الحميميه للناس. مدام معنا اخصائي في المجال باش نتكلموا عليه هو الدكتور حاتم شرف الادريسي. صباح الخير دكتور. صباح الخير عزيزه، صباح الخير لكل المشاهدين ديال دوزام. احنا الان على ابواب الصيف وبزاف ديال الناس اللي اجلوا لو بروجي دو مارياج ديالهم، يعني الزواج وهذه الاشياء هذه كلها. فمعروف انه دائما فتره الصيف تكون هو موسم الزواج، وكاينه واحد المساله اللي تكلمنا عليها يعني بزاف، ولكن اليوم غادي نتكلموا عليها فيما يخص الرجال، هي كيفاش الانسان يستعد للي كنسميوه احنا ليله الدخله او اللقاء الاول ما بين الزوج والزوجه. كنا تكلمنا عليها في يعني بطرق هكذا مختلفه حتى معك دكتور، ولكن انت اليوم كتوجه اكثر للرجال ياك. الوغ بالنسبه لليله الدخله هي هاد سي فغي كو دابا غيقدروا يتاخروا انه الزواج غادي يتاخر، ولكن ليله الدخله واحد الليله اللي لابد منها، وغادي يلقاو بانه هاد واحد التخوف اللي تيكون عند البنات ولا حتى الاولاد، لانه كاين واحد الغلط، واحد المفهوم غلط، هو انه تيحسب لهم واش غير البنات اللي تيخافوا من ليله الدخله، سكو حتى الشباب الصغار تيكونوا خايفين من ديك ليله الدخله. خاصه اللي ما عندهمش تجارب تيكون عندهم واحد التخوف. دونك هنايا الهدف ديالنا هو بالنسبه لهاد ليله الدخله وهاد الازواج المقبلين على الزواج، الشباب المقبلين على الزواج، هو انه شنو هما النقط اللي خاصهم يديروا باش انهم ما يطيحوش في ذاك التخوف. وفي ديك ليله الدخله، لانه كل شيء بازي براتيكمون على ديك ليله الدخله. لانه الا ما كانتش ديك ليله الدخله دازت مزيانه، كيمكن العلاقه الجنسيه من بعد ما تكونش مزيانه في ذاك لو كوبل. سي اسونسيال. يعني خصوصا انه عندنا يعني في المجتمع ديالنا كاين بزاف ديال التمثلات، وكاين عندها اهميه كبيره اكثر من مجتمعات اخرى هذيك ليله الدخله، يعني بارابور للمجتمع، النظره ديال المجتمع، وهذا باقي عندنا هذه المساله هذه كاينه في المجتمع ديالنا. المجتمع وفي الثقافه ديالنا وفي التربيه ديالنا. اللي كتعطي واحد الافكار اللي كاينين شي افكار اللي هي غلطه، اللي كتخلي انه هذا الشاب او الشابه تيكون عندهم التخوفات. هذا الشيء علاش كنصحوا بانه النقطه الاولى هو انه تيخص يكون واحد الحوار. هنا هذا الحوار هذا خصو يكون قبل من ليله الدخله. ملي تندويو على الحوار يدويو على ليله الدخله، على شكون الزوج والزوجه، الزوج والزوجه مقبلين على الزواج. هنا ملي كندوي على الحوار ما كنعنيش بانهم غادي يدويو على العلاقه الجنسيه بواحد الشكل اللي هو غير زعما ماشي قله الحياء. نو، كيمكن لهم يدويو على هذه النقطه هذه، لان نقطه مهمه بزاف. كيف كيكونوا غيكونوا من قبل دواو على الحياه اليوميه ديالهم، على بزاف ديال الحوايج، غادي يدويو على هذه النقطه هذه. علاش؟ لانه كل واحد كيعبر على التخوف ديالو. الا كانت المراه عندها التخوف ديالها، نعم، او لا الرجل عنده تخوف مثلا في العلاقه الجنسيه. دونك هنا تيقول للزوجه ديالو التخوف، وتتكون واحد الراحه النفسيه عند البنت وعند الرجل. نعم. كنلقاو مثلا النقطه الثانيه هي انه تيخص يكون واحد لا كونفيونس، خاص تكون واحد الثقه. هذه الثقه هذه كتكتسب من انه الرجل مثلا في ليله الدخله انه تيحاول يعطي لديك المراه واحد الراحه النفسيه، انه تتكون ديك العلاقه بواحد المداعبه اللي هي كتكون طويله، وتتكون بواحد الاريحيه اللي المراه كترتاح وكتاخذ لا كونفيونس سورتو الثقه. والثقه المهمه ملي كتكسب المراه الثقه في العلاقه الجنسيه الاولى، راه كتكسبها في العلاقات الجنسيه اللي جايين من بعد. وكتكسبها حتى في الحياه اليوميه مع ذاك الرجل. سي تري امبورطون هذه النقطه هذه. حاجه اخرى هو انه بالنسبه للازواج في ليله الدخله، ماشي بشرط لانهم تيخافوا، تيقول لك لا في ديك ليله الدخله تيكون الضغط، تيكون بزاف ديال الناس اللي كيوجدوا العرس، انه تيكون واحد التعب، تيكون بزاف ديال الحوايج. كنقول زعما المقبلين على الزواج انه راه ماشي بشرط غادي تكون في هذيك ديك الليله بالذات، كيخص يكون واحد الاستعداد. دونك هنا كتعطي للزوجه ديالك انك في ذاك الحوار تتقول لها منين غادي تكوني مستعده. هنا كنعطيو حتى لو ريسبي دو لوطخ، لو ريسبي ديال المراه، انه غادي تحترم المراه الوقت اللي انت غادي تكوني واجده. نعم. معناتها ماشي بشرط ديك الليله حتى كيكونوا واجدين، حتى بالنسبه للراجل كذلك. تماما. الا كان عنده واحد التخوف حتى كيكون مرتاحين جسديا وفكريا. نعم. باش انهم يديروا هذه العلاقه هذه. نعم. النقطه الاخيره
هو انه في ليله الدخله بالنسبه للازواج، لانه هذه بزاف نقط الاسئله اللي كتطرح في هذه الليله هذه اللي هي بعض المرات كتكون مرعبه عند الشباب، انه حتى في العلاقه الجنسيه تيخصها تكون واحد العلاقه اللي هي ديال الموده، وحتى بالنسبه ملي كتكون مداعبه طويله باش كتكون واحد الراحه النفسيه ليهم جوج، وزائد على ذلك ملي كيكون العلاج تيخص البنات يعرفوا بانه ديك لا ديفلوغاسيون اللي فض البكاره ماشي هو ذاك الالم اللي هو كبير بزاف الا كانت عندها واحد الراحه نفسيه، انه تيكون غير بحال واحد لو بانسمون ملي كتكون مرتاحه، والزوج كيخصو يدير العلاج بواحد الطريقه اللي هي بشويه اللي المراه كتكون مرتاحه ويمشي مع الزوجه ديالو. انه في واحد الطريقه ديال العلاقه الجنسيه اللي كيرتاحوا فيها باش المراه انها كتولي رغبه العلاقه الجنسيه مع الزوج تماما. وحنا يعني دائما تنتكلموا ملي كنتكلموا على هذه المساله نشيروا للفات انه انها علاقه مقدسه ما بين الزوج والزوجه، تخص يعني تحترم هذه العلاقه هذه وما تخدش بواحد النظره اللي هي شويه سيئه. هادشي علاش غادي تجي واحد الحلقه اللي غادي نتكلموا انا وياك فيها دكتور على لي ميت سيكسوال مثلا، على بعض الافكار اللي كتكون عند الناس والتمثلات من خلال داكشي اللي كيتداولوا الشباب مع بعضياتهم والشابات، ولا من خلال بعض الناس اللي كيشوفوا مثلا الافلام الاباحيه، ولا كيشوفوا كيولي عندهم شي فكره اللي هي شويه غلطه على الحياه الحميميه ديال الازواج. غادي تتاح الفرصه نتكلموا على هذه المساله، ولكن واش عندها دور في هذه الليله ديال الدخله؟ عندها دور حتى هي، لانه كاينه واحد النقطه هي مهمه هي انه بزاف ديال الشباب مثلا اللي ما كتكونش عندهم تجربه انهم تيشوفوا الافلام الاباحيه مثلا وتيحاول كيبغي انه في ديك ليله الدخله. نقطه اخرى اللي حتى هي مهمه انه الفو ريستي ناتوريل، خاص الرجل يكون طبيعي، ماشي حيت كنخلطوا بين ديك الفحول وبين الرجوله وكندخلوها في العلاقه الجنسيه. دونك هنا الرجل كيبغي يبين للزوجه ديالو بانه عنده واحد الفحوله، وفي ديك ليله الدخله بعد المرات كيكون واحد العنف او تكون واحد الطريقه اللي هي شويه غير ملائمه للزوجه اللي مازال ما عارفاش ومخلوعه، وخاصه دوك اللي ما تيكونوش دواو في هذا الموضوع هذا قبل، لانه الرجل كيبغي يجرب داك الوضعيات اللي كيشوف في الافلام الاباحيه كاملين في ديك الليله. دونك هنايا كيكون واحد التخوف اللي كيخلي ديك المراه انها كيكون عندها الالم في ديك في العلاقه الجنسيه، وكيكون واحد التخوف من بعد في العلاقه الجنسيه. يعني هنا كيخص نردوا البال واحد المساله اللي قلتيها مهمه باش نختموا هذه الحصه هذه، انه كيخصها تدوز على ما يرام باش الحياه الزوجيه والحياه الحميميه تكون دائما متوازنه. اللي تري امبورطون لانه هذه ليله الدخله هذه هي علاش كيتبازا لو كوبل، اي سي تري امبورطون لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل. ملي كنمشيو ناتوريلمون وبطريقه اللي هي سهله وبشويه وبالحوار كتمشي العلاقه الجنسيه كلها كتكون مزيانه بخير. شكرا لك بزاف دكتور. مازال عندنا غتاح لنا فرصه نتكلموا على هذا الموضوع هذا. غادي يكون معي دكتور حاتم شرف الادريسي هذه العشيه هذه مشاهدينا على امواج راديو دوزان من 2:30 حتى للربعه مباشره، ويمكن لكم تطرحوا كل الاسئله ديالكم. دونك فوالا ما عليكم الا تلتحقوا بنا للراديو من 2:30 حتى للربعه. الى اللقاء.